حرص رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش على حضور هذا اللقاء الذي جمع لجنة وزارية بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية. توج هذا اللقاء باتفاق وقعه ممثلو الحكومة والفرقاء الاجتماعيين بعد أسبوعين من المفاوضات التي وصفت بالماراثونية حول عدد من الملفات. وقد نتج عن هذا الاتفاق إقرار زيادة عامة في رواتب أساتذة الأسلاك الابتدائية والإعدادية والثانوية بقيمة 150 دولاراً تقسم على شطرين. مصورين أنه توصلنا النتيجة اللي هي ذات أهمية من بعد حوار ونقاش مع الفريق الحكومي اللي كيتأسوشيتا كيبدا بالموسى اللي دام هاد جوج الأسابيع واللي تخدى بجدية. هذه خطوة مهمة في انتظار الشوط الثاني من هذا النقاش اللي غيتم مع كذلك اللجنة الوزارية حول باقي المضامين ديال النظام الأساسي. هادشي خصو يتم طبعا في أجواء إيجابية وفي روح إيجابية، لا على مستوى الحوار ولكن كذلك على مستوى الساحة، بحيث أنه اليوم يجب أن تعود الحياة إلى مدارسنا العمومية. لقي هذا الاتفاق ترحيبا من طلاب المدارس العمومية وأولياء أمورهم، فهو مؤشر بالنسبة لهم على إنهاء التوتر في قطاع التعليم، كما قد يساعد في نظرهم على القطع مع الإضرابات التي باتت تؤثر على التحصيل العلمي وتتسبب في هدر الكثير من الوقت. لكن في المقابل رفض عدد من تنسيقيات الأساتذة المتعاقدين هذا الاتفاق. الوزارة لا زالت تصر على الجلوس مع النقابات الأربع الأكثر تمثيلية والتي لم تدعو لهذا الحراك الذي تخوضه اليوم الشغيلة التعليمية. هذا السبب الأول. السبب الثاني هو أنه لم يجيب على ملف كبير، الأمر يتعلق هنا ب 60% من موظفي القطاع، هم أساتذة مفروض عليهم التعاقد وهذا الملف لا يكلف حله سوى صفر درهم. إلى جانب الزيادة العامة في الرواتب، أقرت الحكومة عدة تعويضات للعاملين في قطاع التعليم، كما وافقت على حل عدة مشاكل ظلت عالقة لسنوات، مراهنة بذلك على تشجيع المضربين على العودة إلى عملهم. في انتظار تحديث مضامين النظام الأساسي للتعليم محط الخلاف، تدعو النقابة الموقعة على الاتفاق الجديد إلى عودة الحياة إلى حجرات الدراسة، دعوات تتقاطع مع نداءات الحكومة ومطالب الأسر، غير أن الأساتذة المضربين يصرون على الاستمرار في الاحتجاج طالما أن صيغة التعاقد معهم لا تصنفهم في خانة الوظيفة العمومية. عزيز فتحي، سكاي نيوز عربية، الرباط.